وللحديث عن الفوضى المستمرة في العراق والاتهامات لميليشيات الحشد بالمسؤولية عن فقدان هيبة الدولة بعد 7 سنوات من فتوى تأسيسها، معنا عبر الهاتف مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك معنا سيد مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، ما الداعي لاستمرار بقاء ميليشيات الحشد في العراق بعد إعلان الحكومة القضاء على تنظيم داعش؟ ولمصلحة من تصبح هذه الميليشيات أقوى من الدولة في العراق؟ لا شك أن وجود تنظيم وجود هذه الميليشيات الإرهابية الذي لا علاقة له أصلا بتنظيم داعش، لأن عدد منها تأسس قبل غزو العراق، والعدد الأهم منها تأسس بعد غزو العراق مباشرة. القصد من وجود هذه الميليشيات هو استكمال مشروع تدمير العراق ومحو دولته وإلغاء كل القيم التي يؤمن بها، وبالتالي تحويله إلى عراق آخر خالي من الهوية العربية والإسلامية وبعيد عنها، ويعني يؤمن تماما بالعقيدة التي يدعو إليها النظام الإيراني. وبالتالي وجود هذه الميليشيات لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، وإنما هو المقصود منه استمرار تدمير العراق واستمرار إفراغ العراق من قوته وجعله ميليشياويا بالكامل. نعم، السفير البريطاني في بغداد يقول إن العراق لن ينعم بالاستقرار طالما أن الميليشيات موجودة فيه. يعني سيد مصطفى، هل ترى جديد في تصريحات المسؤول البريطاني؟ يعني هذا مستوى ربما يكون متقدما بعض الشيء في التصريحات، يعني لم نجد مثل هذا الوضوح في تصريحات المسؤولي السفراء من قبل، ولكن الأهم من التصريحات هو ما سينتج عن هذه التصريحات من أفعال على الأرض. يعني لو كانت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحدثا دائما عن يعني الميليشيات ودور هذه الميليشيات التخريبي في العراق وتبعية هذه الميليشيات للجانب الإيراني، لو كانتا جادتين في يعني تحقيق قدر من الاستقرار في العراق لتصرفتا بشكل آخر غير الذي رأيناه ونراه الآن، رأيناه في الماضي ونراه الآن تجاه هذه الميليشيات. هناك غض النظر كامل عن جرائم هذه الميليشيات بحق العراقيين، سواء التي ارتكبت في إطار ما يسمى بالتصدي لتنظيم داعش الإجرامي، أو بعد ذلك، أو فيما يتعلق بمواجهة ثوار تشرين الذي كان الحشد الشعبي وميليشياته الدور الأساس في عمليات التصدي لهم. وأيضا هذه الميليشيات كما اتضح من خلال اعتقال المجرم الإرهابي قاسم مصلح، اتضح أن لها دور كبير في عمليات الاغتيال والاختطاف التي يشهدها العراق، والموجهة تحديدا للناشطين السياسيين. السفير البريطاني لفت إلى قلق بلاده من يعني الدعم الإيراني لهذه الميليشيات، في يعني خاصة في هذا السياق، في أي سياق يمكن وضع تصريحات السفير البريطاني؟ هل هي للضغط على إيران في مسائل معينة أم ماذا بخصوص الميليشيات؟ أنا أعتقد أن هذه يعني دعاية لا قيمة لها على أرض الواقع، وهي جزء من المماحكات الإعلامية التي تجري هنا أو هناك بين أطراف غربية والجانب الإيراني. والساحة العراقية مجال يعني رحب لمثل هذه المماحكات، أما على أرض الواقع فلا نجد ولم نجد أصلا ولا أتوقع أن نجد خلال الفترة القليلة المقبلة أي تطور حقيقي في هذا، في مواجهة يعني على سبيل مواجهة هذه الميليشيات وتحجيم
أدوارها الإرهابية الشريرة في العراق. نعم سيد مصطفى، يعني ما الرسائل التي أرادت الميليشيات إيصالها من استعراض الطائرات المسيرة، ولمن يعني تريد توجيه هذه الرسائل، خاصة مع تزامن قصف السعودية بطائرات مسيرة مماثلة قيل إنها انطلقت من العراق، فضلا عن استهداف القواعد الأمريكية بطائرات درون؟ الرسائل مزدوجة الحقيقة. الرسالة الأولى هي موجهة إلى الداخل العراقي أن لا قرار فوق قرار الحشد، ولا سلاح فوق سلاح الحشد، ولا صوت فوق صوت الحشد، وهذا حقيقة يعني يقال علنا وليس سرا، وهو ليس تحليلا. الرسالة الثانية موجهة إلى الجانب السعودي تحديدا، لأن كما تفضلتم جرى قصف العديد من الأهداف داخل المملكة العربية السعودية، اقتصادية أو أمنية أو سيادية، بهذه المسيرات التي رأيناها في هذه الفترة بأيدي الحشد الشعبي وعصابات الإجرامية. الرسالة الثالثة أنا باعتقادي هي موجهة إلى الإقليم بشكل عام، المنطقة بشكل عام، وتحديدا إلى الجانب التركي الذي يعني يخوض أحيانا أو بشكل شبه مستمر مواجهة مع عصابات الإرهاب المنطلقة من العراق، وأعني بها ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابي، الذي ثبت أن هذه الميليشيات مدعومة من الجانب العراقي الرسمي، وهي تعمل بمظلة الحشد الشعبي، وأنا لا أستبعد أن تجري عمليات استهداف للجانب التركي أو للجانب السعودي بهذه المسيرات الإجرامية. ويعني من الواضح أو من المؤكد أن المملكة العربية السعودية، المسؤولون الرسميون في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية تركيا، معنيون بالدرجة الأولى بهذه الرسائل. نعم، إذن رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا مصطفى كامل عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.